صباح الخير، صباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي فينما كنتوا من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا دائما على خير وبخير، ونتونسوا نستفدوا من خلال فقرات متنوعه كلها افاده في برنامج المراه والطفل والاسره لالا مولاتي، ومع فقرات متنوعه اليوم شيوات لالا مولاتي غادي تشارك معنا المستمعه الوفيه جدا للبرنامج واللي توحشناها صراحه، خديجه ام ايمان من الرشيديه، ونتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا. كذلك غادي نمشيو نتعرفوا في المسابقه اليوميه شكون الفائزه المحظوظه، واللي مباشره الصور ديالها اللي شاركت بهم غادي يدوزوا لسحب القرعه للفوز في نهايه كل شهر بطاقم ديال الذهب. وغادي نختاروا كذلك المستمعه اللي غادي تشارك بالشهيوات ديالها معنا في البرنامج مباشره وفي موعد ثابت. فحضر معنا خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ، غادي نتكلموا دائما حول علاج البشره في فصل الشتاء، ودائما مواد طبيعية وشربات من خضر. ويمكن لكم تواصلوا مع خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ على 0522880006162. غادي نتوقفوا لحظة مستمعينا مع فاصل غنائي ونرجع الأولى فقرتنا شهيوات لالا مولاتي. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل، تحقوا بنا اللحظة في البرنامج لالا مولاتي. غادي نمشيو مباشرة عند خديجة أم إمام الرشيدية، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات والشهيوات اللي غادي توجد المستمعات اليوم من خلال فقرة شهيوات لالا مولاتي. صباح الخير لخديجة. صباح النور لسناء. لاباس عليك؟ على خير، كلشي مزيان. الله يبارك فيك، توحشك الخير، بارك الله فيك. راه غير الظروف وصافي، الحمد لله. نتمنى غير بارك الله فيك. الحمد لله، نتمنىكم تكونوا على خير، هذا هو الاهم. مرحبا بك لاله خديجه. الله يفيك حبيبه، وتحياتي لكم والمستمعات جميعا، توحشتكم بزاف. بارك الله فيك، مرحبا. الله يبارك فيك. اليوم ان شاء الله غادي نعطيك واحد البريوش بالقرعه الحمراء، كيجي روعه. اييه فعلا. وشنيك حلزوني والشعريه الدجاج بالشعريه الصينيه مشرمل والهريسه البلديه ديالنا ديال البلاد. اييه زوينه بزاف، ان شاء الله نعطيك الدنجال مشرمل. اييه واخا، يلا غنبداو ان شاء الله بالقرعه، بالبريوش ديال القرعه. حشتنا في نص كيلو ديال القرعه حمراء مسلوقه اولا مفوره بحال بحال. كنمعسوها ونفوروها ونمعسوها في شي اناء، ونضيفوا لها كاس صغير ديال السكر. اييه كاس صغير ديال الزيت، زيت المائده، جوج كيسان ديال الحليب دافي، واحد الكيس فاني، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، والدقيق اللي جمع لنا هاد السوائل. اييه وشويه ديال الملح بطبيعه الحال. نص كيلو ديال القرعه حمراء مسلوقه، كاس صغير ديال السكر، كاس صغير ديال الزيت، جوج كيسان ديال الحليب دافي، واحد الساشي فاني، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وشويه ديال المليحه، ونعجنوا ونزيدوا الدقيق، وحنا كنخلطوا الخلطه تكون مرخوفه شويه. كنخليوها حتى كتخمر كتبع في الحجم ديالها. من بعد كنجيبوا لاطا ندهنوها، الا كان بابي سلسغي اللي كنفرشوه ما كانش غير كدهنوها، وكنكوروهم بحال شميش بحال مندارينه صغيره. وكنبرك عليهم بواحد القطعه، هي قطعه ديال التفاح. ديال التفاح هي فعلا، يعني راه باينه اللي بغى يشوفها، راه حطيتها في الصوره ديالها فعلا. كنبركوا عليها غير باش كتعطينا ديك الفورمه ديالها، كتجي بحال وريضه. صافي كنخليوها تزيد واحد شويه تخمر واحد ربع ساعه، كندهنوها ببيضه مطربه ولا صفر وشويه ديال الحليب، ونديروا في الفوق منهم واحد في الراس ديالها شويه ديال سنيده، ولا اللي بغى تزين حسب الذوق ديال السيده اللي بغات. صافي وندخلوها في كل الفران متوسط، وندخلوها حتى كتحمر من التحت ومن الفوق، ونقدموها بالصحه والراحه. راه كتجي رائعه، ما كتعرفيش كاع واش فيها القرعه فعلا، لا في الشكل ديالها ولا تبارك الله عليك الاضافه ديال يعني مهمه بزاف. القرعه الحمراء البارح تكلمنا عليها، وفرصه انه الوليدات يعني هذاك البريوش بهذه الطريقه وزيدوا القرعه الحمراء، يعني ممتاز جدا. الله يعطيك الصحه. وفعلا هذيك المنظر اللي درتي ديال غير هذيك يعني ديك القطعه اللي كنقطعوا بها التفاح واللي هي سهله يعني صغيره، كنوركوا عليها غير شويه يعني بالنسبه للتفاح، يعني ملي كنوركوا عليها كتبقى يعني محلوله ديك التفاحه ومحافظه على الشكل ديالها. فهذاك القطعه هي اللي درتيها على هذاك البريوش، وفي الصراحه عطات واحد المنظر زوين. داكشي اللي كاين ما تبركيش عليه حتى الاخر باش ما إيه. لا 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 كترشم شويه هذوك وكتخليها فاش كتخمر راه كتجي بحال وريضه. حنا بغينا غير باش نفسروا للمستمعات اش من قطعه كنتكلموا عليها، ومع ذلك هذاك البريوش ديال القرعه الحمراء ديال خديجه ام ايمان بهذيك الصوره ديال القطعه راه كاين في الفيسبوك ديال لاله مولاتي، يعني المقادير والطريقه بالصوره. فالله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك. نمشيو لشنيك حلزوني، تفضلي. فيه العجينه فيها الشوكولاته، ومن بعد نفهم لك. نص كيلو ديال دقيق فورس، إيه؟ واحد البيضه، كتقل ربع ديال السكر، السكر حسب بغيتي تقدري تنقصي تقدري تزيدي اللي بغيتي. كتقل ربع ديال السكر سنيده، كتقل ربع ديال الزيت،
جوج معالق كبار ديال الحليب غبرة، واحد الصاج شيفاني، واحد خميرة ديال الحلوى، ومعلقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز، وتقدري تزيدي خميرة على حسب الجو كل واحد ومنطقته، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو، وشوية ديال الكونفيتور. هاد جوج معالق كبار هذا ما كنديروهمش في العجينة، كنخلطو غير كنضربو البيضة، ونضيفو كاس قل ربع ديال السكر، كاس قل ربع ديال الزيت، جوج معالق ديال الحليب غبرة، واحد صاج شيفاني، وخميرة ديال الحلوى، وخميرة ديال الخبز، وكنعجنو بحليب دافي. كنعجن الحليب دافي حتى كنعجنو العجينة، ما تكون مرخوفة، كل ما كانت العجينة مرخوفة ديال الشنيك والبريوش راه كتجي نتيجة زوينة. كنخلطوها ونخليوها تخمر حتى كتخمر. كناخدو العجينة كنقسموها على ثلاثة، ناخدو الثلث ونزيدو دوك جوج معالق كبار ديال الكاكاو، ومعلقة ديال زيت المائدة، وكندلكو مزيان، ندلكو حتى كتدخل فيها الكاكاو، حتى كترجع لنا العجينة بالشكلاط. كنخليوهم يرتاحوا دوك الكويرات بثلاثة واحد خمسة دقائق. كناخد الكويرة العجينة البيضاء كنطلقها شوية، ندلكها وندلك ديال الشكلاط ونحطها فوق منها، وندلك البيضة ونحطها فوق منها حتى كتعطينا ثلاثة، وكنخليوهم يرتاحوا واحد عشرة دقائق باش حيت نطلقوهم يترفعوا لنا مع المدلك ما تقطعش العجينة. حتى كيرتاحوا كنغطيهم 10 دقائق، كنسرحوهم بالمدلك على شكل مستطيل، نعطيهم شكل مستطيل، كندهنوا بالكونفيتور دوك جوج معالق الكونفيتور ولا ثلاثه المهم على حسب الحجم اللي درتي، واللي بغات اللي عندها حبيبه بيضات الشكلاط بغات ديرهم من فوق الكونفيتور يا هذيك، اللي عندها الزبيب اللي ما عندها. انا ما درتش، درت غير الكونفيتور وكتلوي بحال حليب الكتلوي، كتلوي حتى الاخر وكتقطعي بالخيط السمك اللي بغيتي باش يتقطع مزيان، كتقطعي بالخيط وكتحطي، راه كيجي داك الخيط كحل الخط الكحل ديال الشنيك من الوسط بحال كيجي رائع. فازو تخليهم حتى كيخمروا، ودهنيهم بالصفار البيض مخلط مع واحد معلقه كبيره ديال الحليب، وواحد واحد الفاني حتى هو نخلطوه معاهم مع الصفار البيض ومعلقه ديال الحليب وواحد الصاج شيفاني باش كيعطي الريحه ديال الفاني رائعه، وكيحيد الفوريه ديال البيض. صافي كندهنهم وندخلوهم حتى كيتحمروا، وكديرهم في البواطه ديالك، هما كتعطي للوليدات اللي بغا يدي معاها شي كوتي ولا شي حاجه احسن من بيمويات ديال الزنقه. ايوا فعلا، واخا نمشيو ان شاء الله للشعريه مشرمله بالدجاج بالشعريه. واخا كناخذوا الدجاج عباد ما كنعمروا، كنخلطوا داك الشيء كله في الكاس. انا راني دايرها اليوم الغدا غادي نصورها لكم. واخا ان شاء الله بصحتكم. واخا ان شاء الله. كناخذوا الدجاجه من الاحسن من الليل، الا بغيتي ديرها من الصباح تلقديها من الليل، دجاجه ولا نص ولا المهم حسب السيده، كتقطعها طريفات وتحط وتهز واحد الاناء كتحك فيه سكنجبير، واحد المعلقه كبيره ديال السكنجبير طري، واحد جوج ولا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، وان شاء الله غادي نعطيك الطريقه ديال الهريسه ديالنا اللي كتبقى عام ما كتخسرش. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال القزبر حبوب، وشويه ديال الحمض مصير، كنخلط هذا الشيء كله وندير ونرقد فيه هذاك الدجاج حتى للصباح، وفي نفس الوقت كناخذ واحد، اسمحي لي واش ما كنسرعش بزاف؟ لا 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 مزيان مزيان. في نفس الوقت كناخذ باكيه ديال الشعريه الصينيه كبيره كنبيتوها في الماء بارد حتى للصباح، مرقده مرقده حتى للصباح، كنصفيوها وكناخذ هذاك الدجاج اللي رقدناه في ديك الماغيناد، كنحيدوا ذاك الدجاج وكتبقى لنا لاصوص، كنزيدوها على الشعريه الصينيه اللي قطعنا، ونزيدوا شويه الحامض مصير مقطع والزيتون مقطع، ونخلطوا هذاك الشيء كامل كامل مع الدجاج، كنضيفوا الدجاج ونخلطوا مزيان، نخلطوا ونديروه في الكسكاس، كنفرشوا الشعريه الصينيه وفوق منها طريفه ديال الدجاج، ونردوه يتفور حتى كيطيب. وفي نفس الوقت كنرفقوه بواحد لاصوص، كنحكوا واحد اربعه المطيشات، كنحيدوا لهم الماء ونحكوهم، تكون الحكاكه رقيقه باش تعطينا لاصوص زعما خفيفه ومطحونه مزيان، واحد البصله في الحكاكه، بصله كبيره في الحكاكه رقيقه حتى هي، كنضيفوه نديروه في شي طنجره ولا شي كاسرول، ونضيفوا شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه سكنجبير، وشويه زيت العود، ونخلطوا مزيان، عفوا واحد جوج معالق زيت العود في شرموله واخا مع الزيت، نخلطوا حتى هي عاد نردو يتفور، وشويه واحد جوج معالق ديال زيت العود، ونشحروها حتى كتغمر لينا ديك المريقه. صافي فاش كنحطوا الدجاج في الطبسيل كنرافقوه مع ديك لاصوص، وكتجي غديوه رائعه. اييه فعلا وسهله، سيداتي جربوها وردوا عليا خبر. اييه ان شاء الله، الله يبارك فيك. واخا هاد المره عافاك غنعطيك الهريسه، قبل ما نعطيك غنعاود واحد ديك التدويره ديال الحريره لواحد السيده. اييه فعلا،
التدويره الصحيه الحريره. الحريره التدويره حاجتنا في ربعه ديال الحمص. ايه اللي بغات دير غير كاس تجرب وغادي غادي تعجبها ان شاء الله. ربعه ديال الحمص تنقي، ربعه ديال الفول ياس، ربعه ديال السوجا، ربعه ديال الايلان، ربعه ديال الذره، ونص ربعه ديال الرز بيض، البيض العادي. ايه هذاك النشا كي كيحفز السكر. كنجمع هذا الشيء كله ونقيه وكنديه للمطحنه اللي عنده الماكينات المول العطريه، راه عنده ماكينه خاصه بالطحين. وينيلو مزيان بحال الفرص صافي، كتجيبيه كتعاودي له تغربي الا كان شي حاجه ما مغربلاش كتحيديها وكديريه في البواطه ديالك في الثلاجه. كل ما درتي الحريره كدوري بهذاك راه كيعطيها واحد المذاق رائع فعلا. اللي ولات هذا ما يقدرش يرجع للطحين العادي باش يدور الحريره. لا والله لا بصح، وفعلا هاد المواد كلهم اللي ذكرتي تبارك الله، يعني مواد غذائيه صحيه فيهم كلهم فوائد، ويعني يطحنوا ويتداروا في قرعه ديال الدجاج، ومنين بغيو نصيبوا يعني اي شوربه ولا تدويره يعني نضيفوا هذه الاضافه. الله يعطيك الصحه. كندوروا بعديك كتجي رائعه. اييه مثالي لنا عاوتاني، نحاولوا انه ما تخطرناش في الدار الصراحه. في الحقيقه هذا الشيء اللي كاين صافي، غير ما يعقلش الواحد. كتقاضى كتمشي عند العطار تعاودي تجمعي تنقي وتعاودي تمشي نهار اخر تطحني، ها هو موجود عندك. واخا نمشيو للهريسه ان شاء الله. الهريسه هذه راه كنديروا حنا دابا في هذه الوقيته كتوجدوها كتوجدوها لنا عام اختي سنة. تبارك الله كتجي رائعه، عرفتي ريحه الثومه فيها والزعتر مزيان زير واعره. كناخذها لله كيلو ديال الفلفله حاره. بغيتي ديري الخضره كديريها، بغيتي الحلوه كديريها، اللي عجبك انت. انا خديت الحمراء راه غنحطها لكم ان شاء الله. كتهضري على الفلفله لا الحاره مزيودات الحلوه، وغادي نديروا المراحل باش غادي نديروها في قريعات وتبقى لنا العام كامل. ايه وصحيه وفيها داك الشيء ما فيهاش مواد حافظه. في كيلو ديال الفلفله حاره، انا عطيتك غير كيلو، وما انا راه درت جوج كيلو. تبارك الله باش تبقى. ايه واخا تبقى كيلو ديال الفلفله حاره. كتختاريها حمراء ولا خضراء اللي بغيتي. اختارت الحمراء. فلفله حلوه حمراء باش كنخلطوها باش ما تجيش حاره بزاف. واخا باش حيت كتحطي مع شي طاجين ولا كتحطي بزاف اللي بغيتي كيدوز معاها. واحد داب واحد جوج كركوبات ديال الثومه كنقيهم حتى هما يكونوا موجودين حدانا. وكيلو ديال الحامض كتغسليه وتقشريه طريفات بقشرته وتحيدي له العطيمات ديالو وتخليه جانبا. واحد كاس ديال قزبر حبوب، جوج معالق ديال الزعتر، وجوج معالق ديال الكمون، وزيت العود. هادشي اللي حاجتنا فيه. كيلو ديال الفلفله حاره، كيلو ديال الفلفله حلوه، تكون في نفس اللون. الا خديتي الحمراء من هذا كتاخذي الحمراء من الاخرى، خديتي الخضراء كتاخذي الخضراء. جوج كركوبات ديال الثومه منقيين، واحد كيلو ديال الحامض، كاس ديال القزبر حبوب، جوج معالق ديال الزعتر، وجوج معالق ديال الكمون كبار، وزيت العود. كناخذوا الفلفله ديالنا كنخليوها بعدا نغسلوها ونخليوها تقطر ونخليوها واحد يومين حتى كتدبل شويه، لان داك الماء اللي فيها الا طحناه وهي فيها الماء كتنسخ البيدوزه، داك لاسيد كتنسخ البيدو. واحد يومين تنشريها في شي زيت حتى كتدبل، كتجيبي هذيك الطحانه ديال الكفته ديال زمان اللي كنخرجوا فيها البسكويت طويل، نجيبوا هذيك ونصايبوا ونقدوها ونغسلوها ونمسحوها، وبقى نحيدوا الزريعه الفلفله جميع الحاره، ونديروا ليغات باش نحيدوا الزريعه باش ما يلصق لناش الحر في يدينا. ونلقيوها حتى كنلقيوها مزيان، وجدوا كل شيء حدانا، القزبر حبوب، الثومه منقيه، الحامض مقطع طريفات محيدين له العظم. شراو العظم. كنجيبوا شي اناء تحت من هذيك، وحنا كنلوحوا الفلفله وحنا كنطحنوا فيها، ومره الثومه مره الحامض، وحنا غاديين حتى كنساليو كتخرج لنا جميع الفلفله مطحونه. حيت الا درنا كاين اللي كيديرها في الروبو، ولكن الروبو كتبقى تكثر لك الماء. لانه كطحن مزيان كتطحن مزيان كتجي زويونه كتجي حبيبات صغيورين كتطحن مزيان وما كتطلقش الماء بزاف. الروبو كيدير فيها الرغوه. المهم هذيك الطحانه كنطحنوا فيها حتى كنجمعوه، كنخلطوا معها نزيدوا الملح بطبيعه الحال راه ضروري الملح، وزيت العود، وكنديروها في شي بيدوزه، ولكن بيدوزه خص يكون ثلثين خاوي، لان مع المده كتطلع مع ديك لاسيد باقي فيها شويه. يعني ما نعمروش القرعه حتى الفوق. ما نعمروش القرعه، نديرو غير تولت في القرعه، لان كل نهار غادي نبقى نحركوها ونضيفوا شويه الزيت. كل نهار نحركوها ونضيفوا شويه الزيت
حتى كدوز ديك سيمانه ولا 10 ايام حتى كتشوفي صافي راه هبطات الفلفله ما بقاتش كطلع والزيت بقات الفوق. كل نهار كنزيدو من الاحسن زيت البلديه واللي ما عندوش يدير زيت المائده. حتى كدوز هذيك السيمانه ديك السيمانه 10 ايام صافي كديريها، يا بغيتي دير بيديزه كبيره كتشديها في مره، بغيتي القريعات ديال الدجاج من الاحسن وتحطيهم تحت البوطاجي بلا ثلاجه بلا حتى حاجه. ها هي عندك الهريسه واعره واعره وعلى طول العام، وقت ما بغيتي تعمري ديري الدجاج ديري الحوت ديري اي حاجه خاطئه معها راه كيجي روعه بالصحه والراحه. واللي بغى يدير يجوق يدوق يجي عندي. اما مرحبا والله يبارك فيك انت ونات الخير الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك بارك الله عليك سناء الله يبارك فيك. نزيدك واحد الدنجال مشرمل يلا نختموا به تفضلي. واخا ان شاء الله حاجتنا في جات ثلاثه ولا اربعه يكون كبير كنغسلوه ونقطعوه شرائح ولكن ما نفكوش من ذاك الطريبيش ديالو. اي نخليوه اييه فهمتي شرائح على طول ولكن مجموع في الراس. نحطوه في الكسكاس واحد سته فصوص ديال الثوم ولا سبعه ونديرو ثلاثه ولا اربعه المهم حسب الكسكاس اللي عندك ونخلي ونرشو عليه مليحه ونديروه كيتفور واحد نص ساعه ما نخليوهش يهرب حيت نهزوه نحطوه في المول يبقى على الفورمه ديالو. صافي كنفوروه واحد نص ساعه ونصفوه. بغينا ليمول فرضيات راه انا حطيته في ليمول فرضيات البارح انا. بغيتي ليمول كبير كتحطي فيه مجموع. كناخذوا مطيشه واحد اربعه ديال المطيشات كنحكمهم في المقيله ونزيدوهم شويه ديال الثومه شويه القزبر الحبوب شويه الخرقوم شويه الملحه شويه البزار التحميره العطريه كاع وشويه زيت العود ونبقى نديو ونجيبو فيها نديو حتى كتختار. في الاخر كنضيفوا واحد جوج بعاق ديال الثومه ديال الكفته مفرسته الا موجوده، ما موجودهش راه كنكتب فيه غير بلاصوص. صافي حتى كنشحروا هذاك الشيء كنهزوا ديك لاصوص بالمعلقه وكنفرغوا فوق الدنجال وكندخلوه حتى الفران حتى كيتحمر وتخرجيه. اللي عندها فرماج راه كدردر عليه، انا عندي جبن رشيتو عليه صافي وقدمته سخون بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. وهذاك المنظر ديالو انه كيبقى مجموع من جد داك الطريبيش هكا ومحلولين هذوك الجوانب حيت كيجي بحال الورقه زوين فعلا. أيه. الله يبارك فيك ايوا قبل عليا وكل خير تبارك الله عليك. والله الا توحشناك وتوحشنا هاد الاقتراحات المميزه من عندك واكيد ان شاء الله فرصه مقبله وتعطينا اقتراحات اللي هما خاصين بالمدينه ديالك لانه فعلا كاين اقتراحات اللي هما خاصين ومميزين بالبرد. أيه بالبرد ان شاء الله. ان شاء الله مره اخرى نعطيهم لكم ان شاء الله. واخا ان شاء الله تبارك الله عليك. الله خديجه ام ايمان شكرا لك بزاف من رشيدي على تواصلك معنا وعلى هاد الاقتراحات المميزه اللي قدمتي لنا واللي نتمنى انه المستمعات يكونوا سجلوهم. كذلك ترجعوا ان شاء الله يعني ابتداء من العشيه من جوج تقريبا راه تلقاو حلقات لاله مولاتي. ما تنساوش دائما غير كتبوا في انترنت ولا في جوجل كتبوا لاله بلوس بوان ام ا راه غادي تدخلوا الموقع الرسمي ديال لاله بلوس. في الفقرات راه مكتوب حلقات لاله مولاتي، بمجرد ما تضغطوا عليهم غادي تعقلوا غير على التاريخ ديال الحلقه اللي دازت فيها مثلا خديجه ام ايمان وراه غادي تلقاو الحلقات منزلين. يمكن لكم حتى في نهايه الاسبوع في السبت والحد تكونوا مرتاحين وترجعوا تشوفوا وتسجلوا الحلقه يعني بالكامل او تاخذوا منها اللي بغيتوا. كذلك بالنسبه كيف قلنا بالنسبه لهاد البريوش بالقرعه الحمراء نتمنى انكم تجربوا لوليداتكم لانه فعلا كيجي زوين يعني بالقرعه الحمراء. وفي نفس الوقت هذيك القطاعه موجوده ومعروفه كنقطعوا بها التفاح، غير هو ملي نديروها في البريوش انا عطيتكم غير الطريقه وانه ملي كنوركوا عليها على التفاحه كنوركوا عليها يعني البلاصه فين كاين العظم ديك البلاصه اللي كنحيدو ديال العظم من التفاحه كتبقى مجموعه وكتولي بحال الورده محلوله، يعني هذيك القطعه كتعطي داك الشكل. بالنسبه للعجين ديال البريوش فاش نقادوه ملي غادي نضغطو غادي نوركو غير شويه يعني بحال غادي غير نحطوها لانه التفاحه قاصحه فخاصنا ضروري نوركو باش خرجنا بحال الورده. اما بالنسبه لهاد البريوش ديال القرعه الحمراء اللي قدمتنا لاله خديجه هو بمجرد ما كنحطو عليه هذاك القطعه يعني غير واحد شويه لانه العجينه رطبه فدغيا يعني كتاخذ داك الشكل. فملي كنحيدوا ديك القطعه يعني ما كنوركوش حتى تخرج لنا العجينه، فمجرد ما كنحيدوا القطعه كتبقى ديك الدائره يعني ديك المرشم اللي كاين في القطعه داك الشكل كيترسم على هذيك البريوش وكيعطي واحد المنظر الصراحه زوين وخفيف. ف حنا منزلين له في الصفحه ديال فيسبوك لاله مولاتي وراه يعني طلبت دابا من يعني فريق العمل ديال لاله بلوس على اساس انهم يعاودوا ينزلوا هذاك البريوش الفوق باش يبان لكم مباشره باش تشوفوا الصوره ديال هذيك القطعه وتشوفوا كذلك حتى البريوش كيفاش جا. فملي تمشيو للموقع لاله بلوس بوان ام ا راه كيف قلت لكم غتلقاو اف يعني الرمز ديال فيسبوك اف يعني الفوق
ف يعني فوق الموقع يعني كاين الموقع ديال لالا بلس، كاين الفقرات فين كاين اناقه وديكور حداك لالا بلس، غتهزوا عينيكم غير واحد شويه غادي تلقاو الرمز ديال الفيسبوك اللي هو اف، فبمجرد ما غادي توركوا عليه من الموقع غادي يديكم الفيسبوك ديالنا الرسمي ديال لالا مولاتي، وراه غادي تلقاو يعني هو راه كاين المقادير والطريقه والصور كاينين لتحت، ومن دابا شويه راه غادي يجيو هما الاولين غادي ينزلوا الفوق باش تشوفوهم بكل سهوله، وتعاودوا تضبطوا المقادير والطريقه وتشوفوا حتى الشكل وتشوفوا حتى هذيك القطاعه، لانه كاين اللي ما غاديش يعرفها ولكن راه كاينه غتكون يعني كاينه في الدار عندكم او لا سهل انكم تقتنيوها، لانه فعلا يعني عطات واحد المنظر وصراحه تعجبني بزاف، وانه تبارك الله واخا كنشريو بزاف الانواع ديال لي مول سواء اللي كنديروا فيهم الكيك ولكن او لا قطاعات او لا مراشم ما كنبقاوش غير حاطينهم تنديروا مثلا الحلوه او لا تنديروا الكيك، وانما كنعاودوا اننا نديروهم بحال داك المول العجيب تبارك الله ما كاينش اللي ما شراتوش، ولكن فاش شرا ما دارش به غير هذيك الكيكه او هذيك الحلوه ديال المول في المول العجيب يعني كيك اللي فيه حفيره في الوسط، وانما دار تبارك الله في تزيين شلايد، دار في تزيين السفاف، في تزيين الروز، دار تبارك الله كذلك في 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 البيتزا، فمزيان اننا نحاولوا اننا ما نخليوش الحويجات اللي هما محطوطين، بحال دابا هاد القطعه كنقطعوا بها التفاح وفواكه اللي كتكون هكا بعويد مثلا باش يبقى محافظ على الشكل ديالو، فملي دارت هاد الطريقه يعني زوينه بزاف وعجبتني، والله يعطيك الصحه الله خديجه ولكل السيدات تبارك الله عليهم اللي تيفكروا وتيقدموا لنا حويجات يعني من الموجود في الدار. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره باش نتعرفوا في المسابقه اليوميه شكون المستمعه المحظوظه معنا اليوم واللي صور ديالها دازوا لصاحب القرعه باش ان شاء الله تفوز بطاقم ديال الذهب هي وكل المستمعات اللي كيشاركوا معنا من خلال هاد المسابقة. إذن المسابقة اليومية كنتواصلوا دائما مع المستمعة الفائزة المحدودة معنا باش تربح منتوجات تنظيف المنزلية بالإضافة لأن الصور اللي بعثت بهم في الرقم ديال الواتساب فين كاين المسابقة، وكدوز لسحب القرعة للفوز إن شاء الله وتكون من المحدودات باش يفوزوا بطاقم ديال الذهب في نهاية كل شهر. فالفائزة المحدودة معنا اليوم هي المستمعة روان ماريا. ألو مريم. وي صباح الخير لاله سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا بك روان ماريا وتبارك الله عليك، يعني ربحتي معنا في المسابقه منتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه هذوك الاقتراحات والصور اللي انت بعتي راه دازوا مباشره لسحب القرعه، ونتمنى ان شاء الله انك تكوني من المحظوظات الفوز يعني بطاقم ديال الذهب في نهايه كل شهر. شكرا بارك الله فيك. الله يخطيك لاله سناء. الله يبارك فيك ماريا. انت اين مدينه؟ انا الدار البيضاء. الدار البيضاء، واخا يلا تبارك الله عليك وصباحك مبروك وشكرا لك بزاف على المشاركه. بارك الله فيك. شكرا. فحتى نتوما مستمعينا زيدوا بعثوا بالصور باقتراحات يعني بالنسبه يعني صور اللي فيها المنتوج ديال التنظيف اللي استعملتوا وكذلك يعني البلاصه اللي نتوما نظفتوا، وبعثوا بالصور على الرقم ديال الواتساب واللي هو 06 50 87 70 55، ويوميا كنختاروا مستمعه فائزه معنا اللي كتربح منتوجات تنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، ومباشره كدوز لسحب القرعه باش تكون عندها فرصه كبيره على انه تكون من المحظوظات الفوز بطاقم ديال الذهب في نهايه كل شهر. وحاد سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي. اذا مستمعنا غادي نمشيو مباشره للتواصل مع المستمعه المحدوده اللي ربحت معنا شركات باقتراحات وربحت معنا اليوم منتوجات متنوعه مهدات من ايديال ودامتي. فالمستمعه شركات برغيف بالكفته والفرماج يعني كيجيو سهلين مورقين. فمعنا صاحبه هذا الاقتراح واللي هي مستمعه وفيه جدا البرنامج سعيده من سماره. صباح الخير سعيده. صباح الخير سنة اختي. لاباس عليك؟ على خير لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. نتمنى تكون على خير وصباحك مبروك، ومبروك عليك منتوجات متنوعه تزيد تبيني الحداقه ديالك بهم مهدات من ايديال وضمتي، ومشكور على هذاك الاقتراح اللي قدمتي لنا مسمن بالكفته والفرماج مناسب هكا الكوتي. فخليك معنا سعيده غادي نعرفوا المقادير والطريقه من بعد هذا الفاصل. اذا نرجع معك سعيده باش ناخذوا هذاك الاقتراح ديال مسمن يعني بالكفته والفرماج. واخا نمشيو للمقادير. المقادير اييه فيه 500 غرام ديال الطحين. اللي بغى يدير الفينو كيديروا، اللي ما بغاش كيدير غير الطحين الفورن. اييه واخا 500 غرام الا كان غيديروا بجوج كيديروا 250 غرام ديال الفورن و 250 غرام ديال الفينو.
واخا الصياد الملحه صافي وكتعجنها غير بالماء البارد. اييه من بعد كتعجني ديك العجينه بالماء وكديريها في بلاستيكه كطلق باش كتجيك ساهله في الطراق ديالها. اييه واخا صافي كنمشيو للحشوه فيها جوج بصلات. اييه كنسحروا جوج بصلات مع ما دير انا درت ما درتش الملحه حيت درت ضامتي. اييه واخا فعلا فيها كاع العطريه. درت ضامتي وصافي شويه ديال سكنجبير شويه ديال البزار. واخا وشويه ديال الفلفل اللي بغا على حساب الحار. الحار يبقى اختياري. صافي شويه ديال الربيع. صافي كنشد كنسحروا ديك البصله مع ديك الكفته صافي وكنشد كنعاود نشدو هذا انا كندير داك ورق السلوفان بس كنعاود كنورق ديك كنشدو ديك العجينه من بعد كتكون قد ما كتعجنيها وتقلس راه كتخليها حتى كترخف. كترخف صافي كنشدوها وكنديروها كويرات على حساب قد المندرينه. صافي وكتبقي تسرحي كتخليها ثاني حتى كطلق صافي كتبقي تسرحيها. كتسرحيها مزيان حتى كتبان لك ديك داك السلوفان. انا كنسرحها فوق السلوفان. واخا مزيان. قد ما كتسرحي داك السلوفان وهي كتزيد ما كتقطعش. اييه صافي وكتدهني غير بالزيت ما كديريش الزبده. غير الزيت بوحدو. واخا غير الزيت الروميه صافي كنورقي بالزيت الروميه صافي وكتشديها وكتجيبي واحد الطرف على طرف اخر عاده كديري الحشوه ديال الكفته والبصله كيفاش الطرف على طرف العجينه؟ دابا هانتي ورقتي العجينه. اييه كتجيبي بحال بغينا نديرو المسمنه. اييه يعني كطوي اللي من الجهه اليمنيه والجهه اليسريه بصح باش ملي تحطي الحشوه ما تجيش منها لانه هي مرقه مزيان باش ما تجيش. اييه باش صافي باش ما تخرجش الحشوه صح. اييه باش ديك الطويات هما اللي تيشدوا الحشوه لداخل ما كيخليوهاش مفرطه. صافي وكديري ديك الحشوه وكتقطعي من فوقها طرفي ديال الفرماج. درتي الفرماج الفرماج مربع ساندويتش ياك؟ ساندويتش هذا كتقطعيه طريفات وكتحطيه فوق ديك الكفته فوق الحشوه. اييه صافي وكتخليها على ما تطلق شويه صافي وكتكرسيها عاوتاني وكديريها في وسط المقله راه كيجيو مورقين. كطيب في المقله. اييه فعلا اللي من حليتي في الصوره وحده يعني كيبانوا مورقين يعني على شكل طبقات والطريقه سهله فالله يعطيك الصحه لا سعيده. بارك الله وعجنتيها غير بالماء بارد. كتعجنها غير بالماء البارد. اييه وكديري غير شويه ديال الملح صافي. اييه ما كاينه لا خميره لا حتى حاجه راه ما كي بس حيت الا فيهم الخميره كتقطع العجينه. اييه المهم هو انه كتقرصيهم وتخليهم يعني حتى كيرتاحوا مزيان وعلى ريتما انه كتصايبي الحشوه وتخليها تبرد وعاد ديك الساعه يعني كديري هذه الحشوه وفعلا كيطيبوا في المقله كيف ممكن انكم طيبوا في الفران. الله يعطيك الصحه سعيده. تبارك الله عليك سعيده من سماره اللي شاركت بهذا الاقتراح ديال الرغايف ولا مسمن بالكفته والفرماج الطريقه ديالهم سهله وكيجيو لذاذ بزاف ونتمنى انكم جربوهم هكذا الكوتي. فمبروك عليك سعيده ربحتي منتوجات يعني ديال مودات من ايديال ودامتي. فما تنساوش على انه يوميا من خلال هذه المسابقه المستمعات كيشاركوا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0657807055 كيبعثوا لنا بصور فيهم شيوات اللي هما مواجدين. بالاضافه ما تنساوش يعني كاين بزاف بعض المستمعات كيصيفطوا لي تبارك الله شيوات مميزين واللي نبغيو انهم يشاركوا بهم من خلال البرنامج ولكن كنلقاو انهم ما حاطينش مثلا هذاك الغلاف ديال داك المنتوج اللي هما استعملوه سواء دامتي ولا ايديال مع الصوره فحاولوا انكم ما تنساوش هذوك الغلافات اللي تكلمنا عليهم. هذا من جهه بالنسبه هذه المسابقه على الواتساب باش تربحوا منتوجات اللي هي متنوعه مهدات من دامتي وايديال باش تزيدوا تبينوا الحداقه ديالكم بها وفي نفس الوقت تشاركوا معنا مباشره من خلال البرنامج بهذوك الاقتراحات. اما بالنسبه باش تربحوا مضمه ديال الذهب فضروري على انكم هذوك الغلافات اللي عندكم ديال ايديال ودامتي حاولوا انكم تجمعوا يعني اكبر عدد ممكن حاولوا انكم تجمعوا باش ملي تبغيو تصيفطوهم تصيفطوا يعني براوات كثار باش يكون عندكم فرصه انه في سحب القرعه ملي يكون اختيار ملي يكون الفرز يعني فين ما
يعني فين ما دارت المغرفه كيف تيقول جليل هو انكم تهزوا ان شاء الله في هذيك المغرفه وتكونوا من المحظوظات انكم تفوزوا بنضمه ديال الذهب. طريقه سهله، هذوك الغلافات غادي تجمعوهم، غادي تاخذوا جوا يعني ظرف برا وغادي ديروا فيهم جوج الغلافات ديال دامتي مع جوج الغلافات ديال الايديال وسدوا هذيك البرا وديروا العنوان يعني ديال ميد راديو واللي هو اذاعه ميد راديو فضاء الزرق طوني 55 طبق الخامس الدار البيضاء. اذاعه ميد راديو فضاء الزرق طوني 55 طبق الخامس الدار البيضاء. هادو بالنسبه الناس اللي ما كاينينش اللي بعاد على مدينه الدار البيضاء على المقر ديال الاذاعه فصيفطوا، وكيف قلت يعني حاولوا انكم ما ديروا 6 8 10 في بلاصه في ظرف واحد، وانما كل جوا خاص يكونوا فيه ربعه ديال الغلافات، جوج من دامتي وجوج غلافات ديال الايديال، وعاد ديك الساعه ضعفوا الحظوظ ديالكم برا اخرى او لجوا اخر، عاودوا ديروا فيه نفس القانون ديال المسابقه، ربعه ديال الغلافات منوعين وبقاو غاديين على هذه الطريقه. وديك الساعه نتوما وجهتكم على حسب يعني شنو بغيتوا باش تشاركوا، واش ربعه المرات، واش بربعه البراوات، ولا 10 البراوات، ولا 20 برا، على حسب. بما انكم يعني كطيبوا دائما بهاد الاقتراحات سواء ايديال ودامتي فضعفوا الحظوظ ديالكم. بالنسبه للناس اللي هما قرب الدار البيضاء اولا في الدار البيضاء اولا قراب مثلا من اذاعه ميد راديو، فيمكن لهم انهم غير يكتبوا يعني السميه ديالهم ورقم الهاتف يعني في مع هاد الغلافات ينزلوه يحطوهم يعني في البرا ويجيبوهم لنا يعني مباشره، يجيبوهم لنا المقر ديال الاذاعه فبلا ما يصيفطوا على الصندوق ديال البريد. فما تنساوش على انه ما بقاش يعني بزاف باش اننا غادي يكون يعني ساحب باش نختاروا شكون المستمعه المحظوظه اللي غادي تفوز يعني كل شهر بمضمه ديال الذهب. فحاولوا انكم ضعفوا الحظوظ ديالكم. كاين بعض المستمعات اللي كيسولوا واش الا شاركنا يعني في غير في يعني باقتراحات يعني بالصور في الواتساب راه يعني كيدوزوا مثلا سحب القرعه ديال باش يربحوا مضمه ديال الذهب. فلا، فالقانون ديال المسابقه راه باين، قانون المسابقه اللي بغى يربح مضمه ديال الذهب فضروري انه خصو يصيفط ربعه ديال الغلافات على الصندوق ديال البريد في العنوان ديال ميد راديو. اللي بغى يربح غير منتوجات متنوعه وفي نفس الوقت يشارك معنا في البرنامج بالشهيوات فغادي يصيفط مباشره دوك الشهيوات مصورين على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0657 70 55. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا مباشره، غادي دائما نتواصلوا مع المستمعات. الى عندكم اي تساؤلات تجميليه تواصلوا معنا رفقه خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ. اليوم غنتكلموا على علاج البشره فصل الشتاء، ودائما كنركزوا مع حريه شويخ بمواد طبيعيه وبشربات من خضر، فخليكم دائما اوفياء لنا مولاتي ما تمشيو فين. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لنا مولاتي، ومعنا في موعد ثابت ككل يوم ثلاثاء خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ. اليوم كنتكلموا على علاج البشره خلال فصل الشتاء دائما كيف ما عودتنا لحريه بمواد طبيعيه وبشربات اللي هما ساهلين في التحضير من خضر. اهلا بك حريه، نتمنى تكون على خير. بارك الله فيك. صباح النور سناء، تحيه كل طاقم برنامج وكل مستمعين والمستمعات ديال ميد راديو داخل الوطن وخارج الوطن. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف حريه شويخ على كل المجهودات اللي كتقومي بها، وكنبغي نقول لك الف الف مبروك افتتاح صالون التجميل بالدار البيضاء، وتحياتنا كذلك الخبيره التجميل والمكياج المقيمه في البحرين واللي كانت ضيفه لاله مولاتي خديجه جودار. فكل المستمعات اللي صراحه كيسولوا دائما على خديجه جودار خبيره التجميل والمكياج وتزيين العرائس، ففي الدار البيضاء يعني تم افتتاح المركز رفقه حريه شويخ اللي كذلك غتكون حاضره للعنايه بجمال العروس وكذلك بجمال السيدات بمواد طبيعيه وتجميل العرائس يعني الى بغينا نقولوا بالاطلاله ديال النجوم يعني كيف ما عودتنا خديجه جودار. ويمكن لكم انكم تدخلوا في انستغرام خديجه جودار وتشوفوا اخر التسريحات واخر المكياج اللي كتقدم سواء يعني للضيوف ولا سواء يعني للعرائس، لانه اللي عجبني في خديجه جودار صراحه يعني واخا هي الحمد لله مستقره ومرتاحه في البحرين يعني وعندها يعني تبارك الله يعني اقبال كبير لا سواء عند الخليجيات ولا عند النجوم يعني في الخليج، ولكن فكرت على انه دير واحد المشروع هنا في الدار البيضاء تكون قريبه من المغربيات، ودائما كيكون عندها فاش كنتكلم معاها كتقول لي راه تبارك الله المغربيات زوينات وبغيت انني يعني حاليا دابا وليداتي كبروا بغيت نقدم شي حاجه لولاد بلادي يعني شي حويجات اللي تبارك الله شي حويجات اللي كانوا كيشوفوه
لهم يعني غير في تصاور هاد الإطلالة ديال هاد النجمة أو لهاد النجمة، فتبارك الله عليها يعني عندها تسريحات مميزين ومكياج راقي جدا، ونتمنوا لكم التوفيق إن شاء الله. بالفعل سناء نشكر كل من ساهم في نجاح هذا المركز هذا، والحضور ديالك كان شرف لنا احنا في المركز، والشكر الجزيل لخديجة جودار، والشكر الكبير كذلك لأختي العزيزة زينب الشويخ اللي استطعنا ندير واحد الجروب ديال الخدمة. إن شاء الله غتكون مواد طبيعية، غيكون كل ما تحتاج المرأة المغربية تبارك الله كتكملوا بعضياتكم إن شاء الله، وحدة كتكمل وحدة، ونتمنى أن المستمعين يزورونا إن شاء الله في المركز، وغيكونوا احنا إن شاء الله رانا الإشارة للجميع أكيد إن شاء الله الحضور الكريم بالتوفيق إن شاء الله. بالنسبة لعلاج البشرة دائما دابا فصل الشتاء البرد دابا بدا كيبان، مازال قبل كنا كنتكلموا على كيفاش نعالجوا البشرة خلال فصل الشتاء والخريف وكانت الشميشة، فدابا كاين البرد دائما كيكون نفس المشاكل التجميلية تكلمنا عليهم شحال من مرة، فدابا غادي نزيدوا إلا بغينا نقولوا نكثروا من أقنعة من مواد طبيعية من زيوت طبيعية اللي باش نعتنيوا بالبشرة ديالنا ونتهلاو في البشرة ديالنا خلال هاد الفصلين. بالفعل سناء البشرة ديالنا دائما كنقولوها محتاجة للعناية في كل فصل في كل وقت في كل يوم، يعني خصنا واحد العناية خاصة للبشرة ديالنا، وحنا كنعرفوا في هذا الفصل هذا غالبا كتظهر لنا بعض المشاكل على البشرة، وخاصة الناس اللي كيتعاملوا معها بواحد الأساليب اللي هي غير صحيحة. ملي كنقول أن الأساليب غير صحيحة، أنا غالبا في فصل الشتاء بعض النساء كيستعملوا بزاف الماء السخون وكيضطروا يغسلوا البشرة ديالهم بالماء السخون وكذلك كيتوضوا بالماء السخون. أنا من هذا المنبر كنصحهم أنهم يتفادوا الماء السخون للبشرة، لان احنا كنعرفوا البشره ديالنا الا كانت ناقصه فقط شويه ديال الدهون وبداك الماء السخون كنحاولوا نجردوا نحيدوا داك الدهون اللي كتكون صالحه واللي كتكون مرطبه للبشره ديالنا. ملي كنقول انا الدهون، لان السيدات غالبا وخاصه الناس اللي كيمشيو للحمام بزاف كل اسبوع، يعني كتمشي للسخون كتستعمل الصابون كتغسل به وجهها وكذلك كتستعمل الماء السخون. هنا سيداتي الناس اللي عندهم البشره جافه وداروا هالطريقه مع البشره ديالهم، مجرد ما يخرجوا من الحمام غادي يحسوا بالبشره ديالهم كتك ولا الجفاف وكذلك مسحوبه بالحكه. هنا كنقول لك سيداتي البشره الجافه ولا الدهنيه فصل الصيف في فصل الشتاء تعتنيوا بها بواحد الطريقه صحيحه، مثل التقشير. الا التجأنا للتقشير، التقشير كنحاولوا ما امكن نتفاداوه في فصل الشتاء. علاش؟ لان التقشير في فصل الشتاء وخاصه صحاب البشره الجافه، إلا قشرنا البشرة فصل الشتاء وداومنا عليه جوج مرات في الأسبوع ولا مرة في الأسبوع، راه غير صحيح للبشرة ديالنا، لأن احنا كنحاولوا ما أمكن كيكون الجو جاف كتكون داك الرطوبة ناقصة في البشرة ديالنا، وخاصة الناس اللي كيكون عندهم الإهمال في التغذية. ملي كنقول الإهمال في التغذية ما كياخدوش الأوميغا 3 بانتظام وبشكل يومي. ملي كنقول أنا أوميغا 3 فين كنلقاوها؟ كنلقاوها في السبانخ، في البقوله. دابا البقوله راه الوقت ديالها ان شاء الله قريبه راه تكون بانت. الزرعه الكتان اللي خصها تكون حاضره سواء في الشوربه ديالنا ولا في التغذيه ديالنا وكذلك في الاقنعه ديالنا وكذلك في بعض المحاليل اللي كنرشوا بها البشره ديالنا، لان زرعه الكتان مهمه لترطيب البشره في هذا الفصل هذا. كذلك الماء، غالبا الناس ما كيشربوش الماء، كيكتفوا ببعض يعني المشروبات سخونه بحال اتاي بحال بعض الاعشاب. صحيح خصها تكون داك المحاليل وخصها تكون داك المشروبات الساخنه، ولكن ما نساوش بان الماء راه مهم وكيلعب دور كبير في علاج البشره من بعض المشاكل وخاصه الجفاف. ملي كنقول الماء، الناس كيجيو من بارد ما كيجيوش العطش. انا سيداتي كنقول لكم طيبوا الماء، يعني يطرو ديال الماء يطيب وتعصر فيه واحد اي فاكهه عندك في الدار، خذي العصير ديالها سواء البامبلوموس، الليمون، الحامض، البرتقال، يعني اي حاجه عصرتيها كاس ولا جوج وزدتيهم مع داك الماء السخون وشربتيه على طول النهار، هنا كتكوني ساعدتي علاج البشره ديالك تقريبا واحد 30% حتى 40% حتى 50%. المهم نشربوا الماء ويكون الماء في شكل يعني جوج يطرو النص الماء في النهار، ماشي نشربوا في دقه واحده، يعني كل 30 دقيقه ساعه تكون عندنا ديك الثقافه ان خصني نشرب واحد الكاس الماء، وعاد كنلتجا للتغذيه ديالي اللي هي الشربات، الاقنعه الخارجيه، ونكون جالسه في الدار ندير واحد الرشاش ديال الوجه ديالي يكون فيه متشبع من الفيتامين او وكذلك الاوميغا 3، واللي هو كناخذوا زريعه الكتان كناخذوا منها نص كاس كنديروه يغلي ومن بعد كنصفيو داك الماء ديال الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان وكنضيفوا عليها
اما زيت اللوز ولا زيت القرقع، لان هاد زوج زيوت متشبعين مزيان بالفيتامين سي والفيتامين او. وحنا كنعرفوا الفيتامين او بالنسبه للبشره في فصل الشتاء راه معالج 100% للشحوب البشره، التجاعيد اللي كتبان على البشره والجفاف البشره. هاد الماء ديال زريعه الكتان اللي كنضيفوا معها جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال زيت القرقع ولا زيت اللوز، الا ما عندناش هاد الزيوت هادي نكتفيو بزيت العود لان هي فيها واحد النسبه ديال الفيتامين او. ومن بعد كنديروا في واحد القرعه ديال الزاج وكنبقاو ملي كنكونوا جالسين في الدار كنحاولوا نمسحوا البشره ديالنا بهذا المحلول، هذا رائع لترطيب البشره وكذلك للحد من التجاعيد. بالنسبه للتغذيه غالبا الناس دابا في هذا الفصل هذا كيهملوا الخضار، يلتجؤوا لبعض الوجبات اللي كتكون الوجبات السريعه. لا سيدتي، كنقول لك في هذا الفصل هذا خذي الخضار بكثره وخذي الفواكه الموسميه، ملي كتكون الفواكه الموسميه لان الفاكهه الموسميه فيها الفيتامين سي، فيها الفيتامين ا، فيها الفيتامين او، يعني كاينه في الخضار وفي الفواكه. ناخذوهم كعصائر، ناخذوهم كمقبلات. الشربات ديالنا خصها تكون شوربه الخضار في الغداء وممكن نديروها حتى في الفطور، يعني ونركزوا بزاف على اللفت لان اللفت غني بماده النحاس، والنحاس من بين المعادن اللي كتقدنا جميع الفيتامينات في الجسم ديالنا وكتقدنا الهرمونات في الجسم ديالنا. وكذلك واخا هو بالنسبه للنحاس الجسم ديالنا ما كيطلبش واحد النسبه كبيره، ولكن خصو يكون حاضر بشكل يومي في التغذيه ديالنا. كذلك الحمام، نتجنبوا الحمام، نتجنبوا الحمام بحال اللي قلت في بدايه الحلقه، ما نستعملوش الصابون في الحمام، خاصه الناس اللي عندهم بشره جافه. حتى وان استعملنا الصابون نستعملوا الصابون الطبيعي يكون اباز ديال الزيوت، يعني الاساس ديالو زيوت طبيعيه بحال الجليسيرين بحال زيت الخروع بحال زيت اللوز. يعني كل ما درنا الصابون نحاولوا نديرو في الدار ونديرو فيه هاد الزيوت، ودائما نديرو اضافات ديال اما المعدنوس اما الزعتر اما ازير يكون في الصابون، وهذا كافي باش نغسلوا به الوجه ديالنا في هذا الفصل هذا. كيف ما ذكرتي نقطه مهمه بزاف، وانه ملي كيدخل البرد كنغسلوا دائما الوجه ديالنا بماء سخون اولا بالحمام الماء سخون، وفعلا يعني معروف على انه قد ما كان الماء بارد قد ما كيساعد على داك الحد من الترهلات ديال البشره، دوك التكماش كذلك كيجبد البشره وكيخلي يعطيها واحد النظره. يعني الماء بارد معروف على انه عنده فوائد كثيره، لا سواء يعني حتى انه اللي مثلا تيدوش او لا تيعوم بالماء يعني ماء دافي ماشي سخون يعني طايب ماء دافي، ضروري انه ملي سالي الحمام انه يغسل يديه على الاقل ويعني ولا يخوي عليه السطل ديال الماء بارد، واللي ما قدرش يعني على الاقل يديه ورجليه. دابا هذه القضيه ديال الماء السخون غالبا الناس يقول لك علاش دابا غنديروا الماء السخون نديروا ماء بارد، لان سيداتي ملي كيكون الجسم ديالنا عنده واحد الحراره معينه اللي كنعيشوا بها احنا طبيعيه، ملي كنديروا الماء السخون نكبوا الماء بارد يعني الجسم ديالنا كيحس بشي حاجه غريبه على الجسم ديال على الخلايا ديالو، وكيبدا المجهود باش يوصل لديك الطاقه ديالو العاديه، يعني بديك الحركات اللي كيدير هنا كنساهموا في شكل كبير في شد البشره، وحتى الخلايا كتنشط، يعني بحال اللي كننشطوا الخلايا بهذه الطريقه ديالنا اللي كنديروا يعني الماء السخون والماء بارد. نضيف اضافه كذلك منين نكبوا علينا الماء بارد نكونوا موجدين واحد الزيت نباتي طبيعي واللي كنقول انا يكون متشبع من الفيتامين او، يعني زيت الزنجلان، زيت الكوك، زيت القرقاع، زيت الكاوكاو، هادو مهمين خصنا كل ما لقيناهم في هذا الفصل الا ونديروهم في المطبخ ديالنا، نديروهم اضافات في الشربات ديالنا. وهذا انا كنقول الزيوت الطبيعيه اللي معصوره بطريقه طبيعيه، كناخذوا معلقه نزيدوها في الشربات ديالنا، وكذلك في المحال اللي نرشوا بها الوجه ديالنا، وكذلك الزيوت مباشره من نخرجوا من الحمام ندهنوا بالجسم ديالنا بهذه الماده بهذه الزيوت الطبيعيه. لان هنا سيدتي لا تبعتي هذه الطريقه هذه مده شهر غادي تلقى العلاج ديال البشره بطريقه طبيعيه، وحتى شي مشكل ما غيبقى لك على البشره ديالك، وحتى تبييض المناطق الحساسه، يعني بهذه الزيوت هذه كنساهموا في تبييض المناطق الحساسه بطريقه سريعه ويعني وبسيطه. إذن أكيد مثلا مواصلين رفقة خبيرات الشعر والتجميل حرية شويخ دائما كنتكلموا حول علاج البشرة خلال الفصل الخريف، يمكن لكم تواصلوا معنا وعلى 05 22 88 00 60 61 62، عندكم أي تساؤلات تجميلية. نواصلوا دائما رفقة خبيرات الشعر والتجميل حرية شويخ دائما في موضوعنا التجميلي حول علاج البشرة في فصل الخريف. غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه. معنا حليمه من بني ملال اول مكالمه. الو حليمه. الو الو حليمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي دايره اختي لاباس؟ الله يبارك فيك، مرحبا. كنشكركم اختي على البرنامج. العفو هذا واجب، مرحبا لاله. انا مدمنه على هذا. بالخير والتيسير الحمد لله. الله يبارك فيك، مرحبا بك حليمه. الله يخليك، عندي واحد السؤال للخبيره التجميل.
انا عندي البشره ديالي ناشفه كلها اللحم ديالي كله، ومن كنحك بالاخص ملي كنمشي للحمام يعني كنجي واحد يومين صافي تتنشف ليا البشره وكنبقى نحك. شحال العمر ديالك لاله؟ عندي 40 عام. العاده الشهريه كتجيك عاديه؟ ها العاده الشهريه كتجيك عاديه؟ لا كتجيني عاديه. وسميتو مني درت داك العصير ديال الباربا والقرعه الحمراء وتندير فيه الزبيب والتمر والقرقاع تنخلطهم تنبقى نشرب فيهم النهار كامل، ولكن خرج لي الحبوب بزاف في ظهري في وجهي في العنق ديالي من اللور، خرج لي حبوب وخرج لي غليظ بزاف. بلاتي شحال العصير شنو كديري فيه بالضبط؟ تندير فيه الباربا اييه والقرعه حمراء وتندير سبعه تمرات وتندير 21 حبه ديال الزبيب وثلاثه القرقاع. ما تخلطش التمر والزبيب، انا ما قلتش انا ما قلتش التمر، قلت انا غير الزبيب. لا انا تنديرهم زعما لا 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 ديري دير العصير اللي قلت انا. تحيد تحيد التمر تخلي غير الزبيب والقرعه الحمراء والباربا، وحاولي تشربي غير ثلاثه الكيسان في النهار، غير جوج كيسان في النهار. لا انا كنبقى تنشرب حتى ديك ثلاثه اربعه. لا اربعه غير ثلاثه، جوج كافيين في النهار، المهم تشربوا على نهار ونص داك يترو ديال الماء تشربي. الحبوب بزاف في وجهي وخرج لي في عنقي من اللور في ظهري. لا ديري كنحك. لا ديري القياس اللي عطيت انا. ما تزيدي عليه ما تنقصي عليه. واخا شكرا. دابا غادي تحاولي ديري القرعه الخضراء. وغديري طيبيها في يترو ديال الماء غير تغلي شويه. ملي طحنيها ديري معها شويه ديال الزعتر. وقفي هاد ديال الباربا وشربي هذا ديال القرعه الخضراء. ديال القرعه خضراء واخا شكرا. وبالنسبه للجفاف البشره حاولي ملي تمشي للحمام وتخرجي دائما تدوزي بزيت نباتيه، اما زيت الزنجلان ولا زيت الكاوكاو. واخا شكرا. ما كاين مشكل. وبالنسبه للصابون تفادي الصابون ديال الريحه. ديري الصابون طبيعي يكون المهم دير فيه زيت زيت فيه زيت الجليسيرين ودير فيه المعدنوس، يعني دوب الصابون عادي ودير له باماغي وتضيف معاه زيت الجليسيرين ودير معاه معلقه ديال المعدنوس هو اللي تبقى تغسلي به. ولا اي عصير اللي كنعطيه انا المقادير خص الواحد يتبع المقادير وما يديرش الاضافات وما ينقصش، يتبع العصير اللي كنعطيه انا نيشان. هي باش لانه كل حاجه واحد الافراط عاوتاني والسيده خصها ضروري دير واحد 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 التحليله عند الطبيب ضروري. ما يقدر يكون عندها الفقر الدم ولا يكون عندها البدايه هي تشوف المهم انا ما نقول والو تدير التحليلات مشكل صحي. معنا مكالمه اخرى غادي ناخذوا المكالمه الثانيه. معنا فتيحه من سلا. الو الو فتيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نهضر مع استاذه حوريه. ايه تفضلي. مرحبا. صباح الخير استاذه لاباس. صباح الخير لاله. الله يبارك فيك شكرا. استاذه انا عندي واحد عندي واحد تنعاني واحد البشره لان بعدا حساسه وجد جافه. بشره حساسه وجافه. لان عييت ندير كنمشي دائما عند الطبيب كيعطيني دي برودوي هكا يعني حدي كندير داك لو برودوي داك لو مومون شويه يعني غير كنتوضا ولا نغسل يدي عاوتاني كيرجع داك الجفاف الحاد. دابا هاد الايام دابا من خلص الشيء رجع لي عاوتاني داك الجفاف. دابا شنو كندير بالليل؟ كندير غير الزيوت، اما زيت اتناوب بين زيت الخروف وزيت الزنجلان. دابا عندي سؤالين استاذه، واش دابا هاد الزيوت هذا كنديرو انا غير بالليل وخصهم يديروا حتى النهار؟ كتعرفي كنخدموا داك الشيء مع الفولا وداك الشيء ما يمكنش يديروا. بالاضافه هاد الزيوت هادو كنديرهم تحت عينيا، تحت عينيا عندي الجفاف. واش هاد الزيوت صالحين ولا كاين شي زيوت اخرى من غير هاد الزيوت هذا اللي يمكن دير تحت العينين؟ واخا شحال العمر شحال السن ديالك؟ العمر ديالي 49 سنه. بالاضافه استاذه دابا في النهار كندير واحد لو برودوي تنشري من لا فارماسي تنديرو هو اللي كنلقى فيه غير مغذي غير فقط من اجل كيرطب لي البشره وصافي، هو اللي كنديرو في النهار لان ما يمكنش ندير الزيوت. واش ممكن باش شنو خصني ندير في النهار والليل؟ واش هاد الزيوت صالحين ديال زيت الخروع وزيت الزنجبيل؟ ياك ما كتاخذي حتى شي دواء ولا متبع على شي حاجه ياك؟ الحمد لله. واخا ما كناخذ لا دواء لا والو استاذ. لا العاده الشهريه كتجيك عاديه؟ بدات كدير داك واخا بدات كدير ديكالاج ياك؟ نعم استاذ. بالنسبه لهذا المشكل كان عندك قبل العاده الشهريه ولا عاد ولا لك دابا؟ لا لا ديال العاده الشهريه. لا هذا الجفاف. الجفاف لا الجفاف عندي انا منذ زمان. هكا الجفاف عندي انا ماشي ما شخصلكش الطبيب المشكل اللي عندك بالضبط؟ كيقول لي دوك العريقات عندك لداخل ديال داك الحمام كيوجهك كيحمر. العريقات اللي عندك داك الحمر كيتعمروا بالدم، ما خصكش تمشي للحمام خصكش لهذا. ولكن باش كاين شي زعما واش وصلت لشي علاج؟ جامي عمري ما وصلت لشي علاج. واخا يعني واخا المهم بالنسبه لهذا المشكل اللي عندك زيت الخروع وزيت الزنجلان
زيت الخروع ما تقربيهاش لتحت عينك ياك، غتاخدي زيت اللوز. زيت اللوز هو اللي دهني به الجسم ديالك كله، ولكن زيت اللوز غتاخديه من عند السيده اللي كتعصر اللوز باش يكون طبيعي. طبيعي 100%. بالنسبه للقناع اللي ديري لوجهك، غتاخدي معلقه ديال دقيق الذره، دقيق ديال الذره غطحنيها، تاخدي منها معلقه، وغتاخدي معها ثلاثه د المعالق ديال الماء ديال الخيار، ثلاثه د المعالق ديال الماء ديال الخيار، ومعلقه ديال زيت اللوز. هذا قناع هو اللي ديريه لوجه ديالك وتداوم عليه واحد المده. من بعد القناع ملي تغسلي القناع ديالك غتغسليه بالماء دافي، ومن بعد كتغسلي وجهك غديري واحد ضربته ديال المعدنوس. غادي ننصح اللي عنده المشكل ديال جفاف البشره، غتاخدي واحد ضربته ديال المعدنوس تقطعيها وديريها في واحد الانيه ديال الزاج وتخليها في الثلاجه، تكبي عليها ثلاثه د المعالق ديال الماء طايب وداك ربطه ديال المعدنوس، وديري معها معلقه ديال زيت اللوز. عندك زيت اللوز ديرها، عندك زيت الكاوكاو ديرها، خليها في الثلاجه. ملي تغسلي وجهك من القناع تخلطي ديك القرعه اللي عندك فيها الزيت والمعدنوس، وبها غتنظفي وجهك من بعد القناع. بالنسبه للحمام تفادي السخونيه. بالنسبه للحساء اللي غادي نعطيك يحد لك من هذا المشكل ديال السخونيه للجسم ديالك، غتاخدي كاس ديال دقيق الذره وكاس ديال دقيق الشوفان، كاس ديال دقيق الذره وكاس ديال دقيق الشوفان، وربعه ديال الجزر، وربعه ديال اللفت، وربعه ديال القرعه الخضراء. ربعه ديال الجزر، وربعه ديال اللفت، وربعه ديال القرعه الخضراء. غيطيب هذا الشيء كله شويه ديال المليحه، من بعد كطحني هاد المكونات، وكديري معلقه ديال ازير صغيره ومعلقه ديال قزبر حبوب. هاد الشوربه هذه يمكن لك تفطري بها، تغدي بها، تعشي بها. وحضي التغذيه ديالك يكون فيها الحوت بشكل يومي، يعني طريف ديال الحوت ديريه في اي شوربه في الغداء. ديري الخضار، يعني تكثري من الخضار، تكثري من القرعه الخضراء، الجزر، البصله، يعني هاد واحد 350 غرام ديال الخضره في النهار تاكليها، حتى 300 غرام في الغداء. تكثري من الخس، خدي السبانخ، شربي الماء بكثره، وكنظن ما غيبقاش عندك المشكل الا تبعتي، يعني ماشي من السيمانه الاولى ولا السيمانه الثانيه غتبان لك النتيجه، يعني شهر شهر ونص كتبدا تبان النتيجه، وحتى المشكل ديال الجفاف ما يبقاش عندك، وحتى هاد الاحمرار ما غيبقاش عندك. ودائما فضلي يكون عندك واحد البخاخ، غديري جوج معالق ديال دقيق الذره، وجوج معالق ديال دقيق الشوفان، ومعلقه ديال زيت اللوز، وكاس ديال الماء طايب كترقد فيه هاد الشيء، وتخليه حتى كيطلق مزيان، وكتبقى تمسح به وجهك مره مره في الدار. هذه هي الطريقه، احسن طريقه اللي باش تفادي هذا المشكل هذا. وذكرتي قبيله يعني حنا كنتكلموا على علاج البشره خلال هذا الفصل ديال الخريف، بالنسبه يعني التقشير قلتي من الاحسن اننا نخفوا منه قدر الامكان، يعني خاصه في هذا الفصل. الا بغينا مثلا نديروا مره مره تقشير عادي طبيعي من الخضر ولا الفواكه الموسميه مثلا، احسن طريقه اللي يمكننا نديروا بها التقشير، البقوله غادي تبان، غنعصروا البقوله الماء ديالها، الاضافات اللي غنضيفوا اما غنضيفوا الفراره ديال القهوه ولا غنضيفوا الشوفان مع هذاك الماء ديال البقوله، الماء ديال البقوله كندهنوا به الوجه ديالنا، وملي كنحسوا به نشف على الوجه ديالنا كناخذوا رؤوس الاصابع كندهنوه بالزيت الطبيعي، وكنديروا حركه دائريه التقشير، ومباشره كندهنوا الوجه ديالنا بالماء ديال الخيار وزيت اللوز. يعني كناخذوا جوج معالق ديال الماء ديال الخيار مع معلقه ديال زيت اللوز، وكنمسحوا البشره ديالنا من بعد التقشير، ونحاولوا ما امكن ما نديروش التقشير في النهار ونخرجوا للجو للزنقه، يعني التقشير يكون بالليل، ومجرد ما نقشطوا الوجه ديالنا نديروا هذا الخيار ونعسوا، ما نخرجوش، ونحاولوا نطفيوا الضوء ما نخليوش حتى الاشعه ديال الضوء. هذا كيكون تقشير طبيعي، وتقشير اللي كيعود علينا بالنفع للبشره ديالنا، وخاصه ملي كنتبعوه بواحد القناع طبيعي ولا محلول طبيعي. واللي تيبغي بحال دابا مثلا من تتكلم على التقشير، انا مثلا اللي كيعجبني التقشير يعني على شكل حبيبات، يعني شي حاجه اللي نحس بها انه بحال يعني كندير قماج مثلا البشره ديالي. شنو ممكن مثلا نديرو اللي يكون عنده هذاك القناع عنده ذاك الفعاليه ديال انه على شكل حبيبات؟ هي اي فاكهه، كاين بعض الفواكه فيها الحبيبات، بحال مثلا الفريز مثلا اللي يخرج الكيوي. الكيوي توا فيه حبيبات. فعلا الكيوي، يعني كنديروا هاد الفاكهه هذه، وكنديروا اضافه ديال السنيده البنيه، واحد السكر بني راه كيتباع في الاسواق، اللي ما عندهاش دير غير الفراره ديال القهوه راها كافيه باش نديروا بها التقشير. هذا تقشير طبيعي، ومن الاحسن ننصح به الناس اللي عندهم بشره حساسه يتفادوا التقشير الكيماوي ويلتجؤوا للتقشير الطبيعي احسن. وفعلا هذيك الفراره او داك التخت ديال القهوه، وخاصه ملي كتكون القهوه يعني مقطره ما فيها حتى شي اضافه وطبيعيه، وملي كترطب اصلا يعني هذيك وكنديروا بها قماج، يعني غير مجرد ما كنديروها على البشره ديالنا وعلى اليدين، ولا دابا راه حتى يعني في ليسبا راه كيديروا القماج ديال القهوه على الجسم كله، وصراحه يعني تبارك الله كتكون كتولي الحمار رطبه، وفي نفس الوقت يعني كتعطي كتحيد ديك الشوائب، وخاصه الواحد الى تبعها. بالفعل الحبيبات علاش؟
كتساعد ديك الخلايا الميته باش كتقشر بطريقه صحيحه، يعني ما كنجهدوش عليها، كنديروها بواحد الطريقه طبيعيه، وكنكونوا معها حنا يعني حنانين في التقشير ديال البشره. حتى البشره راه كطلب منا نكونوا طيبين معها وحنانين معها، ماشي غير نجيو نديروا عليها مقشر كيماوي ودغيا دغيا، لا، اي حاجه يعني بالعنايه بالعنايه وبشويه بشويه. راه كيف كتقولي دائما راه ملي كنعتنيو بالبشره ديالنا ولا بالجسم ديالنا راه ماشي بحال اللي كنحكوا بحال اللي كنحكوا اللوانيت الفضه. بالفعل صح، فعلا. وراه فعلا ملي كنتفكروها دائما، لانه ملي كنكونوا كنحكوا مثلا المواعن يعني كنديروا كاع القوه ديالنا فيها يعني مع الجيكس، ولكن بالنسبه للبشره ولا ملي نكونوا كنحكوا او ملي كنكونوا كنديروا قماش، حتى انا كنشوف بعض السيدات مثلا ملي كتمسح غير باللانجات يعني بالوجه ديالها كتحس بها انه بحال مضغوطه، بحال يعني لدرجه انه حتى التقاسيم ديال الوجه كتبدلهم. بالفعل. يعني كتمسح وكتحاول انه تشد البشره بطريقه معكوسه. وكنهضروا مع الناس اللي كيمشيو للحمام وكيستعملوا الكيس على البشره ديالهم، راه بعض المرات كيحكوا الوجه ديالهم حتى يعني حتى كيولي فيه جروح. هذا خطا، الوجه ديالنا ما كيحتاجش الكيس، الوجه ديالنا كيحتاج غير قماش خفيف طبيعي من الداخل. داك اللوسيبوم، داك الماده الدهنيه اللي كتكون على البشره كنحيدوها، حتى انه كتولي البشره حساسه، كتولي اي حاجه يعني حتى ولو دار واحد دار غير شي كريم ولا اي حاجه كيولي دغيا كيلقط هذوك المشاكل. شوف نعطي واحد المثال، عندنا واحد الكميله ديال الالومنيوم كنبقاو نحكوها يوميا بالصابون بلدي، غدوز واحد الوقيته وحنا كنحكو كنلقاو فيها ثقب، كنلقاو فيها ثقبات. عكس بعض المرات شوف الانيه ديال النحاس الا حكيناها غير مطيشه، كاين واحد الطريقه كيديروها يعني الاجداد ديالنا كانوا كيديروا مطيشه والرماد، كيحركوا هاد العجينه وكيدهنوا النحاس وكيتبعوا غير بواحد الخرقه ديال القطن وكيخرج مزيان. البشره ديالنا ما محتاجاش التقشير كيماوي، يعني كل ما نحسوا بشي حاجه نمشيو نديروا التقشير كيماوي. التقشير كيماوي كيضر بعض المرات، الطبيب كيديروا الظروف اللي كيعرفها هو، ما كنعرفوهاش احنا خبراء التجميل، لان انا الا جات عندي السيده ندير لها التقشير غندير لها التقشير طبيعي، ولكن غتقول لي دير لي التقشير كيماوي، نقول لها لا 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 سير عند الطبيب. علاش؟ لان الطبيب اولا غيدير لها الدياغنوستيك باش كيعرف النوعيه ديال البشره ديالها، وكيعرف النوع ديال المرض اللي عندها، وكيعرف المشكل اللي عندها بالضبط. انا ما يمكنليش خبراء التجميل مستحيل يعرفوا النوع ديال البشره، راه ما يكذب عليكم حتى شي كذاب، انا شخصيا ما يمكنليش نعرف النوع ديال البشره الا كانت دهنيه ولا جافه فقط نقدر نعرف، ولكن المشاكل اللي كتكون في الطبقه الثانيه ديال البشره ديالنا ولا الطبقه الاولى راه ما كيعرفهاش المختص اللي كيعرفها، والمختص اللي كيعطيك الدواء على حسب البشره. انا فقط كنعطيك اقنعه طبيعيه مبيضه واللي لقات استحسان ديال المستمعات، وبحكم التجربه وبحكم العمل ديالي هنا كنكون متيقنه وعندي يعني واثقه من القناع اللي كنعطيك. غادي نوصلوا باقي المكالمات، ناخذوا المكالمه اللي معنا من مراكش، معنا ظاهره للاسف القطع الخط. بظاهره رجعي تواصلي معنا، نتمنى انك تعاودي تواصلي معنا باش نعرفوا التساؤل ديالك. معنا زبيده من تندريره. الو الو زبيده، الو الو. واخا ناخذ مكالمه اخرى. زبيده ما كنسمعوش الصوت ديالها. معنا امينه من مراكش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. لا حرية شوية لاباس عليك. لاباس لالا، بارك الله فيك. الحمد لله. عندي واحد المشكل، عندي تساقط شعر. تفضلي. وعندي بفاكي تهرس ليا. شحال العمر ديالك؟ 38. شحال؟ 38. 38 سنة. ما عندكش شي مشكل مرضي؟ لا. دوزتي درتي تحليلات درتي كل شيء؟ درت تحليلات فقر الدم ما عنديش، وما كان ما عندي زعما حتى مشكل. المشكل تساقط شعر. مزوجة؟ الفاكهة تهرسو. مزوجة؟ كتاخدي مانع الحمل؟ أييه. غتوقفي مانع الحمل وغتمشي من الأحسن عند الطبيب ديالك وغتستشري مال مانع الحمل وغتعطي هاد الإشارات اللي عندك، لأن ملي كيكون عندنا خلل في الهرمونات ولي كيكون عندنا مشكل داخلي هو اللي كيعطينا تكسر الأظافر، هو اللي كيعطينا تساقط الشعر، لأن ملي كيكون عندنا واحد المشكل ديال لومونك في الجسم ديالنا ديال الكالسيوم ولا الحديد ولا أي فيتامين عندك ضعيف في الجسم ديالك، لا بد كيعطيك هاد الاشارات هادو، لان تكسر الاظافر بهذه الطريقه وتساقط الشعر بهذه الطريقه الا وعندك مشكل داخلي انا ما يمكنليش نعرفه، غتشوف اولا استشاره طبيه، انا نعطيك شنو ديري وشوفي واش تقدر يعني تعالج داك المشكل. خدي زيت الخروع وديري واحد دريز، ديري معلقه ديال زيت الخروع ودريز ديال الثومه محكوك ولا جوج ومعلقه ديال زريعه الكتان، غتخلطيهم واللي دهني بهم الاظافر ديالك، وقبل ما تدهني الاظافر ديالك ديري عصير الليمون مع زيت العود،
كديري واحد الكميه فواحد الزليفه وغديري رؤوس الاصابع ديالك وكدهني بهذا القناع اللي عطيتك. بالنسبه لتساقط الشعر، تساقط الشعر تاخذي البصله، الماء ديال البصله غتشقي به الشعر ديالك واحد المده ديال 10 دقائق، والراس ديالك كتقلبيه للقدام باش الدوره الدمويه كتكون مزيانه، ومن بعد كديري الزيوت الثلاثيه اللي هي زيت الخروع، زيت اللوز المر، وزيت البلديه بكميه متساويه، كدلكي الشعر ديالك، ومن بعد كديري قناع صفار بيضه بلديه، معلقه ديال الزعتر، واحد البنانه كنمعكوها، وتخلطي هذا القناع وديري على الشعر قبل ما تمشي للحمام. تبعي هذه الطريقه، ولكن حسني النظام الغذائي ديالك، يعني خذي الخضر بكثره وخذي الاسماك بكثره، الحوت يعني خذي السردين المشوي، ما تاخذيش الحوت مقلي، خذيه اما طاجين ولا تاخذيه مشوي، خذي الخضر وشربي الماء بكثره. تبعي واحد جوج سيمانات وشوفي الا لقيتي استحسان استمري، ولكن هذا ما يمنعكش انك ما تشوفش الطبيب، ضروري استشاره طبيه. فعلا. السيده اشراق من الرباط عندها بعض التساؤلات، عندها مشكل ديال ترهلات البشره وعندها ناشفه في نفس الوقت، وكذلك المشكل ديال هذوك الترهلات والجيوب تحت العين. بالنسبه للجيوب تحت العين الا كانوا منفوخين بزاف من الاحسن تشوف الطبيب، لان يعني كيكون مشكل السوائل، السوائل في الجسم، كيكون اما الكميه ديال الماء في الجسم ديالنا مرتفعه، وانا ما يمكنليش نعرفها، يمكن لك لالا تشوفي الطبيب، وانا نعطيك واحد الشربه اللي هي فيها الخروب، وحنا كنعرفوا الخروب من بين اللي انا كنعتبرها فاكهه اللي كتقد الميزان ديال الماء في الجسم ديالنا، لان كل السوائل كتخرج الخروب كيقد لنا الماء في الجسم ديالنا. خذي في مثل ربعه ديال الجزر طيبيها في الماء، وملي تبغي تطحنيها لوحي معها جوج معالق ديال الخروب، الخروب ديري عصير، خذي في مثل ثلاثه ديال المعالق ديال الخروب وثلاثه ديال المعالق ديال الزبيب، وغديريهم فيترو ديال الماء، غطحني كل شيء وتشربيه على طول النهار. بالنسبه للترهلات حنا كنعرفوا بواحد السن معين، خصنا نعرف السن ديال المراه شحال في العمر ديالها، لان السن ديال المراه من 40 سنه ما فوق كتبدا الترهلات ديال البشره، وهذا كيكون ناتج على الخلايا كتفقد الماء ديالها والدهون الطبيعيه ديالها، لان هنا دائما اش كنقول لكم، انا تاخذوا الماكله ودائما الاضافات ديال الاوميغا 3 في الماكله ديالنا، سواء الاسماك تكون بكثره ولا زريعه الكتان معلقه في النهار مع الخضر، الشوربه دائما نضيف اضافات ديال القزبر وحبوب ومعلقه ديال زريعه الكتان، لان هذه كلها كتزود الجسم ديالنا بالدهون الكافيه باش الخلايا كتبقى تخدم بطريقه طبيعيه. وبالنسبه للاوميغا 3 بالنسبه للخلايا راه كتكوفري الخليه، كتبقى محافظه على الماء ديالها باش ما كتضعفش، ما كيوقعش فيها ترهلات. سيداتي ننصحك دائما كل ما تمشي للحمام الجسم ديالك دائما تفادي الصابون، ودهني الجسم ديالك دائما بالماء ديال الشفرجل وزيت العود. يعني الشفرجل دابا الفتره ديالو هي هذه، غنعصروا الشفرجل، هو صعيب باش تعصر الشفرجل، يمكننا نقطعوا الشفرجل في الكسرونه نخليوه يغلي جوج غليات، نطحنوا ونصفيو داك الماده اللي كنصفيوها وكنديروا معها زيت العود، يمكننا نديروا الوجه ديالنا والبشره ديالنا كلها، لان كيساعد في شد البشره بواحد الطريقه جميله. بالنسبه للتفاح كذلك، العصاره ديال التفاح الاخضر كناخذوا واحد الكميه ديال 4 المعالق 5 المعالق، ونضيفوا لهم جوج معالق ديال زيت العود، وندهنوا البشره ديالنا، لان كيساعد في شد البشره، كيجبد البشره. والشوربه اللي كتساعد في شد البشره كناخذوا ربعه ديال الشفرجل وربطه ديال المعدنوس وتقريبا داك 7 الحبات من مشمش اليابس، كنطيبوا في الماء الكافي ونطحنوه ونسموها بالقزبر والحبوب. علاش القزبر والحبوب كنعطيه بزاف في الشوربات؟ لان القزبر والحبوب فيه واحد الماده يعني فيه المعدن ديال الحديد، وحنا كنعرفوا الجسم ديالنا دابا في فصل الشتاء يكون محتاج شي حاجه اللي غادي تسخن الدم ديالنا وغادي يدور بطريقه طبيعيه في الجسم باش يوصل الاكسجين لجميع الخلايا ولجميع الاطراف في الجسم ديالنا، لان كنضطروا نديروا لو فيغ في الشربات ديالنا، العدس، السمك، القزبر والحبوب، يعني هذه كلها خصها تكون حاضره في الوجبه ديالنا. مرة نوعوا بحاجه. نوعوا. معنا فاطمه من العريش. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف صحتك؟ لاباس. الحمد لله، الله يبارك فيك. عليكم الله يعطيك الصحه. بغيت نقصي الاسئله. ايه تفضلي. البنت ديالي عندها البشره هذا وجهها ناشفه بزاف وكتبقى تقشر على فهاد البرد. شحال في العمر ديالها لالا؟ عندها 37 عام. وسؤال اخر الله يعطيك السر، بنت ولدي وبنت خويا عندهم تاهما الشعير ديالهم هكا سيطيح لهم، باقي صغار، وحده عندها 4 سنين وربع شهور، والاخرى عندها 3 سنين غادي تكمل 6 شهور في الاسبوع المقبل ان شاء الله. تاهما الشعير ديالهم هكذا تيطيح، وبنت ولدي هذا الصيف هذا ضربتها التونية للشعير ديالها، درنا لها الزيت بلدي والثومة يعني تحسن لها الشعر ديالها، مشات للبحر عادي، ولكن ملي مشات على برا وداروا لها التحاليل قالوا لها عندها حساسية من الماء هذا البحر، ما خصهاش تعوم في البحر. بغيت نشوف الله يعطيك السر زعما شنو ممكن يديروا. وسؤال اخر الله يعطيك السر على بنت خويا، باقا صغيرة عندها 3 سنين ونص وعندها مشكل الحلاقم وفقر الدم. واخا انا نجاوبك لالا بالمشكل، المشكل ديال الحلاقم. التليفون ديالك الله يعطيك السر.
السر. واخا المشكل ديال المشكل ديال الحلاقم انا ما يمكنليش نعطيك شي حاجه ديال الحلاقم. انا نقدر نعطيك واحد المحلول اللي كنت مجرب عند تجربه كنت كنعطي لوليداتي. يعني كناخذ كاس ديال الماء طايب كندير فيه راس معلقه ديال الزعتر وكندير فيه معلقه ديال العسل الحر، كنت كنشربه له من الليل لليل يعني حفاظا على اللوزتين باش ما الا الحلاقم باش ما يوقع لهم حتى شي حاجه. بالنسبه للثلاث سنين وربع سنين عندهم تساقط الشعر، خصهم بعدا تشوفوا التغذيه ديالكم الدراري واش مقاده، لان التساقط الشعر ملي كيكون راه كيكون اشاره ديال المشكل عندنا داخلي، هو اللي كيعطينا هذه الاشاره. يعني كون ما كانش كيعطينا هذه الاشاره ديال تكسر الاظافر وتساقط الشعر راه المرض كيتفاقم. ولكن هنا احنا ملي كنشوفوا تساقط الشعر وكنشوفوا هذا المشكل دائما كنعرفوا بان كاين مشكل في نقص في التغذيه ماشي متكامله. كذلك يمكن الوليدات كياكلوا التسقطه بزاف اللي كنقولوا حنا ديك الحلوه ديال الزنقه ولا كياكلوا الماكله ديال الزنقه، هذه كلها مشاكل خصها تصحح. يعني خصنا نصحوا التغذيه ديال الوليدات ديالنا، كذلك نصحوا نعطيو الوليدات ديالنا يشربوا ونراقبوا وليداتنا. الا كان المشكل ديال الامساك راه كيكون مشكل عضوي، دائما وليداتنا يعني نراقبوهم في الحشاك في الخروج ديالهم خصو يكون مره في النهار يعني الاقل في الصباح. كاين الناس كيغفلوا على هذه القضيه هذه، البنت يومين ثلاث ايام ما كت فعلا حتى داك القبض كيسبب حتى في المشاكل كيكون مشكل الشفيه ديال البشره بالفعل ورائحه كريهه بالفم. هذه المسائل كلها خصنا نحتاطوا زعما نعطيوها الاعتبار. بالنسبه للبشره الجافه، السيده اللي عندها 37 عام، انا دائما في النصائح ديالي البشره الجافه تساقط الشعر دائما كيكون مشكل في التغذيه، ولا بعض المرات كيكون السيده كتستعمل مانع الحمل بدون استشاره طبيه كيكون عندها مشكل في الهرمونات وكتاخذ واحد مانع الحمل اللي كيزيد يأزم داك الهرمونات، لان مانع الحمل ما كيعطيه الطبيب الا هو كيعرف، كيدير لك واحد التشخيص على الصحه ديالك وكيتاكد شنو الهرمون اللي عندك ناقص باش كيحاول يعطيك المانع الحمل اللي غيناسب المشكل اللي عندك، ماشي انا نمشي ونقبط وناخذ المانع الحمل، لان الا ما عطانيش الاشاره ديال المرض في الشهر الاول الشهر الثاني، لان مع تقدم في العمر يقدر يعطيني اعراض ديال المرض ملي كنديباسي واحد السن، يعني ملي كنوصل للسن اللي دائما مانع الحمل استشاره طبيه. وجفاف البشره خصك سيداتي تشرب الماء بزاف، خذي الخضره بكثره، يعني خذي الجميع الفواكه، خذي الماء شربي الماء، يعني يطرو جوج يطرو الماء في النهار، وتجنب الصابون، تجنب الشامبونات اللي فيها مواد كيماويه، خليكم في الصابون الطبيعي، الصابون الطبيعي اللي لقى استحسان ديال المستمعات. دابا الناس اللي عندهم مشكل ديال جفاف البشره، الا خدينا غير جوج معالق ديال الزبيب وضفنا لهم واحد معلقه واحد ربطه ديال المعدنوس وغليناهم في ثلاثه الكيسان ديال الماء، كنصفيو داك الماء ونضيفوا لهم جوج معالق ديال الشامبون الاطفال، هذا كافي باش نغسلوا به الشعر ديالنا. بالنسبه للبشره كل ما نمشيو للحمام نتفاداو الصابون، ملي نغسلوا الجسم ديالنا دائما ندهنوه بزيت نباتي اللي هو زيت اللوز زيت الزنجلان، حتى لا ما عندناش هاد الزيوت نكتفيو بزيت العود، ندلكوا البشره ديالنا مزيان وحنا في ديك البلاصه السخونه في الحمام، يعني كندهنوا ونعاودوا ندهنوا بحركه خفيفه حتى كنحسوا بداك الزيوت تسربت لداخل وخاصه زيت العود، ومن بعد كنديروا بينوار ديالنا عادي، راه ديك الريحه ما كتبقاش، ومن بعد الغد اللي كتصبح البشره ديالنا كتصبح رطبه. هذه عن تجربه لاننا شخصيا كنديرها. دهن الجسم ديالك ما تقولش غتبقى فيك ريحه الزيت، ما كتبقاش ريحه الزيت، دير البينوار ديالك لبسي حويجاتك. بالنسبه للتونيه هي قالت انه متبعه عند طبيب مزيان، خصها تبقى مكمله يعني في التريتمون اللي عطاها الطبيب، باش ممكن تعاون مثلا باش تنبت الشعر ديالها. بالنسبه انا نعطيك معلقه صغيره ديال الحرمل ومعلقه ديال مرد الدوش كبيره وتقريبا واحد ثلاثه دروسه ديال الثومه، وكتخلطيهم بزيت العود ومره مره تشقق لها ديك البليصه ولا تشقق الشعر كله بهذا المكون هذا قبل ما تغسلها. واحد يلتزم بالمكونات الحرمل، يعني شفت انا ما كثرتيش منه، يعني معلقه صغيره الحرمل، معلقه ديك المعلقه الصغيره ماشي، حيت كاين ثلاثه الاشكال ديال المعلقه الصغيره، ندير غير معلقه صغيره اللي كنحركوا بها القهوه، ومعلقه ديال الحباق، وممكن نضيفوا حتى الحلبه مرد الدوش، حتى الحلبه نضيفوها مع هذا الخليط ومع شويه ديال زيت العود، وكنشقوا الشعر ديالنا رائع وكينبت الشعر بطريقه صحيحه وسهله. واخا المستمعه سناء كتشكرك بزاف لاله حوريه، كنستافدوا منها بزاف. ممكن عفاك نعرف البشره ديالي جافه ناشفه، كنتهلا فيها الحمد لله بزيوت وبماسكات طبيعيه، ولكن كنعاني من الاحمرار فصل البرد، مره الوجه ديالي كيسخن، الله يخليك بغيت شي ماسك لحد من الاحمرار. بالنسبه للاحمرار راه عطيت الماسكات في البدايه ديال الحصه، دائما ندخلوا الذره نديروها في الشوربه ديالنا، الدقيق ديال الذره ندخلوه في الشوربه ديالنا ونديرو حساءات، وما نديروهاش بالحليب، الذره دائما نطيبوها في الماء، نديروها شويه ديال الزعتر شويه ديال القزبر الحبوب شويه ديال المليحه، طيب غير في الماء ونحاولوا نتعودوا عليها، نديروها في الفطور وفي الغداء وفي العشاء، حساء هذا خفيف كمكمل غذائي طبيعي. وبالنسبه للمحلول غديري الشوفان والذره، يعني غتاخدي معلقه ديال الشوفان ومعلقه ديال الذره وكاس ديال الماء طايب ومعلقه ديال زيت اللوز،
كتكبيهم في واحد القرعه تخليهم واحد يباتوا في الثلاجه وكتبقى ترش به الوجه ديالك في الدار. والبطاطا الحلوه راه كاينه، عصري البطاطا الحلوه ودهني بها الوجه ديالك وتفادي المواد ديال التجميل وتفادي اي كريمه تاخديها مشي مكان غير يعني غير من غير الصيدليه، واستمري وشربي الماء بكثره وما يبقاش عندك هذا المشكل ان شاء الله. غادي نخصبوا باخر مكالمه. هناء من باري. الو 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 هناء مرحبا. مرحبا بكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك على هذا البرنامج. الله يحفظكم. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. تفضل هناء. غادي نسولكم الله يعطيكم الخير. واحد عندي شي تيب بروبليم هاد لابو ديالتي هي ديزيدغاتي وميم طون غراس. اييه. عندي في ذاك لي زونتي وتو سا دونك لبقيت في لا جورني كنشوفها كتولي كلها غراس ولكن من غسلها وداك الشيء كتولي ديزيدغاتي حاسه بلا نشفه. ما فيهاش ذاك بحال ناقصها الماء، ساشون انا كنشرب الماء بزاف وزعما كناكل لي فخوي ولي ليغيوم داك الشيء دونك جو سي با. وعندي اسئله اخرى، عندي فيها الشوائب ودوك لي بور ديلاتي دوك نحاول نقيهم وداك الشيء وانا لاحظت هذا المشكل يعني ما كتقرب لي الدوره الشهريه كيولوا عندي شويه الحبوب وحبيبات وحباب الشباب المرات كبار كيضروا كيوجعوا وكتبقى ديك لابو دوك الماسه ممتلئه دونك كتمشي ديك الدوره الشهريه كتعاود بحال كتصفى ثاني لابو وعافيت شويه دونك كتخلق لي مشكله. دونك عندي ديما داك واحد لابيريود وجهي ماشي واعده كنحس بهم بان دوك الماسه معمرين ودوك لابو ماشي ليس ومنتو مع الوقت بحال دابا ماتان كنفيق كنلقى داك اللون ديال البشره ما بقاش داك اللون كما كان بكري يعني ساطع شويه ولا بحال داكين. شحال السن ديالك؟ شحال السن ديالك اختي؟ انا دابا عندي 45 عام. تبارك الله. واخا بالنسبه للمشكل اللي عندك غتحاولي ملي كتقرب لك الفتره ديال العاده الشهريه غتحاول توقفي الحاجه اللي مقليه، المشروبات الغازيه يعني المشروبات الغازيه المواد المصنعه. توقفي الا كنتي كتاخدي مثلا بعض اللي كنتي كتستعملي بعض المواد التجميليه تكتفي فقط في الخضار، يعني خذي الخضار مفوره، خذي الاسماك مفوره وشربي الماء بكثره وديري واحد المحلول اللي هو غديري فيه معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال مرد الدوش، معلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال مرد الدوش، غتكبي عليهم كاس الماء طايب محلول تبقى تشربوا كل ليله. انت محتاجه للتقشير، محتاجه للتقشير طبيعي، خذي بياض بيضه بلديه غديري غضيفي معاه معلقه ديال الشوفان تخلطيه، ديري غير القياس اللي غيحرك لك ديك المعلقه ديال الشوفان، غديريه على وجهك وتخليه حتى كينشف، ومن بعد كتحاولي ديري واحد التقشير برؤوس الاصابع، كدهني الاصابع ديالك باي زيت عندك نباتي في الدار، ديري حركه دائريه ومن بعد كديري الماء ديال الخيار، يعني كطحني الخيار وكتاخدي ديك الماء ديالو وكدهني بالقطن البشره ديالك، وهذا التقشير خصو يكون بالليل. حاولي ما امكن تفادي العصائر اللي هي فيها السكر، خذي العصائر طبيعيه يعني وكثري من العصائر اللي فيها الياف واللي فيها الفيتامين سي، يعني الا خديتي برتقاله ديري بحال دابا خديتي عصير ديال الحامض ديري ربعه ديال اللفت وديري حمضه وحده، وإلا بغيتي تعسلي عسلي معلقه ديال العسل الحر، ودائما العصائر ضيفي لهم معلقه صغيره ديال الزعتر، تبعي هذه الطريقه هذه وان شاء الله ما يبقاش عندك هذا المشكل. مثلا ان شاء الله في الحلقات المقبله ونزيدوا نتكلموا عليها ان شاء الله. للاسف ما بقاش لا هذه الفتره ان شاء الله كلها غنتكلموا عليها. عاودي سمعينا هنا خليك دائما وفيه لينا ان شاء الله، ويوم الثلاثاء المقبل نجاوبوا على التساؤلات ديالك بالكامل. شكرا للمستمعين على حسن المتابعه والاستماع البرنامج لمولاتي. غدا ان شاء الله رفقه الدكتور الاخصائي في امراض النساء والتوليد الدكتور عزيز سلامي غادي نعرفوا معاه كيفاش تيكون التهيئ والاستعداد الصحيح للحمل، يعني قبل الحمل كيفاش نخطوا ليه، شنو الاحتياطات اللي غناخذوا باش مرحله الحمل تمر ظروف جيدة، وكذلك شنو الأمور اللي كتساعد على الحمل بكل سهولة. فلكم تحية وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخرة سميحة شوبي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، ونتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.